ماشي من مصر، هو انت ما تعرفش ربنا؟ بتنزل الخبر كده سعد عنده كورونا، انت ما قلتش حاجه؟ ما بتقطعش من اللي احنا فيه دوت؟ يا جماعه الناس اللي بتحبني انا ما عنديش كورونا ولا حاجه، ان الصوره دي جايبينها ايام ما كنت تعبان جدا جدا جدا، وبقول للناس كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان يجي باذن الله ما يكونش فيه كورونا. انا اهو زي ما انتم شايفين كده الاستوديو اهو ولاد امبابه بقى بصور، والله بصور، والناس عايز اقول لكم بقى بشكر طبعا كل الناس المسلسل طبعا اللي امين مجهود جامد، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بس بقول لكم حاجه، يعني انتوا عارفين انا خلي بالك من جارك، عامل شويه ملوخيه، ادي جارك شويه ملوخيه، والناس اللي عماله تقول 30 اسره وبتبرع ب 50 اسره و60 اسره، اتبرع اه زي ما انت عايز، بس بقول لك ايه، انزل كده ميدان الجيزه هتلاقي الناس ماسكه الفاس وماسكين الحاجات اللي هي القصع دي يا جماعه، الناس دي مش لاقيه تاكل، انزل ادي كل واحد اللي في نصيب، خليها بايدك انت احسن، انت عارف اللي انت بتتبرع بيه بيوصل لا، فانت كده هتكسب صبر يومين. واي جار يا جماعه، تعرفين طبعا الناس اللي من دول فيها في عندهم ظروف، عامل ملوخيه، عامل اي اكل، ادي جارك. هتقول لي انا عارف ان جاري ده عنده عربيه وعنده، ما تعرضناش ظروفه، كان عنده عربيه وعنده بس ظروف دلوقتي مش. وحاجه ثانيه يا جماعه اقول لكم، انا اتعلمت حاجه من الاول دلوقتي، عارفين ايه؟ انا كنت منقطع على الصلاه، مش هقول لكم كده، انا كنت ملتزم وبتاع. انا بقيت اعمل دلوقتي يا جماعه، بصلي الظهر واروح مصلي الظهر، اقول نويت اصلي الظهر مما فاتني، يعني انا مش بعمل شيخ، بس انا بعمل كده، بصلي العشاء واروح مصلي العشاء من فاتني والعصر من فاتني. فريت يا جماعه كلنا نعمل كده، ايه جميل ده تحدي حلو قوي، اللي فاتوا صلاه يصلي الظهر مرتين والعشاء مرتين والمغرب مرتين والفجر مرتين، ما انت قاعد بقى ما وراكش حاجه. كانت حاجه سعد الصغير انا بتاع معاه تقول لي اما الشيخ قابلني كده يقول لي سعد انت ما تصليش تاني؟ اقول له والله اصل انا بصحى من النوم المغرب بيعدي عليا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، اظن بقى دلوقتي انا قاعد قاطع اهو. فاللي زي كده مفيش حاجه بقى، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يعدي الغمه دي على خير، ورمضان هيجي باذن الله باذن الله، وكل الناس تكون مبسوطه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، بطلوا اشاعات.